أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذرهم وما أنذر آباؤهم فهم غافلون لا حتاك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أهناهم أهلالا فهي إلى الأجزان فهم مقبؤون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وشرع معنا بالهيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نهيي الموتى ونتوب ما هدموا وآثاركم وكل شيء أسيناهم في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فززنا بثالث فهلون عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلمنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم بكم سكرتم بل أنتم هم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لهم يتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا ينفع عنهم شيئا ولا ينقصون إني إذا لا في دلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كلا كل جنتي هلا يا ليت حمد بولي هلا مبين بها ربي وجلنا من المكرمين وما أنزلنا على هومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هن حامدون يا حسرة على العباد ما يهديه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أغلقنا حبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثماره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون وشمس ونجم سكر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر حضرناه منازل حتى أتى كالعرجون الحديم لا شمس ينبغي لن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكنوا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم مُتَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ ربهم إلا كانوا مهردين وإذا قيل لهم أفكوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم ولا يشاء الله إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توزيعا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيها في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون حالوا يا ويلنا من بأسنا من مهدنا هزم الرحمن وصدها المرسلون إن كانت إلى سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تسلم نفس شيئا ولا تجزون إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شهول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يجدؤون سلام حملا من رب رحيم وفراز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنا نحن لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولا تتخلوا منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأهلون هذه هي نمو التي كنتم تعدون إسلام اليوم بما كنتم تحفرون اليوم نتيم على أفواه وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يسمون ولو نشاء لمسنا يرفضوا بجزارة وأنا يبصرون ولو نشاء لمسناهم ولو نشاء لمسناهم على مكانتي فما استطعموا دي ولا يجي ومن نؤمرون إنك يسكي في الهاتف لا يأكل وما ألمنه الشراء وما ينبه له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يهلك القول للكافرين أولم يروا أنا أهلنا بما ملت أيدينا أن أمن فهم لها مالكون وزلحنا لهم فمنها ركبكم ومنها يأكل ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكر وتخذوا من دون الله آلهة اللهم ينصرنا لا يستدون نصره وهم لهم جد مهدر فلا يسوق حولهم منا نعلم ما ينصرون وما يهلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو هزيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي أهلكه هل ما يهي الإزام وهي رمي هل يهي الذي أنشأ ولم يرى وهو بكل هلك أليم الذي جعل لكم من السجر أطهارا نارا وزاد منه توقدون أوليس الذي هلك السماوات والأرض بحاضرين الله يهلك مثلهم بلا وهو الله الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون.